الانترفيو اكسبريس. اليوم في الانترفيو اكسبريس حابين نرجع على الموجة الكبيرة في عدد الإصابات اللي نلقاوها في بريطانيا خصوصا اللي فيها طفرة جديدة ابارامون متحول او متحور جديد الفاريون هذية من دلتا المعروف في الهند وقتها كانت تذكر وانتشر بسرعة كبيرة برشا. توا عندها اعلى معدلات الحالات الجديدة المبلغ عنها في العالم بريطانيا وتدهور في الوضع. رغم هذه الحكومة البريطانية رفضت دعوات لإعادة فرض القيود pour le moment وقالت الحل هو حملة مكثفة جديدة من جرعة تلقيح اللي باش تحتوي المشكل. الشيء اللي برشا نقدوه وقالوا انه بعد الحملات اللي صارت في بريطانيا في اوروبا بصفة عامة وحتى في امريكا وبرشا بلدان من العالم هذا ما منعش انه انتشر من جديد معناتها الفاريون هذية. نيويورك تايمز الامريكانية قالت انه محللين يروا انه الحالات تنجم ترتفع خاصة في صفوف الأطفال والمراهقين المحاضن المدارس وغيره على خاطر ما تلهوش بيهم بالقدية في الحملات متاع التلقيح كان التركيز أكثر على الكبار في السن. وكذلك وزير الصحة البريطاني قال يمكن نوصل حتى ل 100 ألف حالة يوميا وقتها كي يدهور الوضع أتو نعاود ونسكره من أول جديد ونفرض قيود. في الأثناء المغرب مثال علقت رحلتها الجوية من وإلى بريطانيا بسبب تزايد حالات الإصابات اليومية وعلمت كل شركة طيران والرحلات السياحية البريطانية أنها تقف أبختيغ من البارح نص الليل. دونك البارح ديجا ليفول كل سوسبوندو بين المغرب وبريطانيا وزاد معهم ألمانيا وهولندا. دونك هذي الكل يخلي العديد من التساؤلات الحقيقة تتطرح بارابور لهالفور اللي صار الكل حملات التلقيح هذية. وتونس اليوم شنو محضرة روحها تبع أكيد في الوضع والشي اللي صار في العالم الكل برشا نقاط استفهام. نحب نشكر دكتور محجوب العوني أستاذ في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا اللي باش نرجع معها على نقاط هذه كل. دكتور مرحبا بك على موزايك اف ام. مرحبا اهلا وسهلا تحيه لك سيدي يعيشك شكرا على قبول الدعوه باش تفسر لنا اكثر واكثر شنو اللي ساير. قبل ما نحكيوا على تونس دكتور وانت عضو لجنه علميه وشنو استعداداتها الانتيسيب ولا لا معناتها الفتره الجايه قاعدين نتبعوا شنو اللي ساير في العالم في بريطانيا بارتيكوليرمون ما فهمناش معناتها شنو اللي صار علاش رغم حملات التلقيح هالارتفاع الغير مسبوق من وقت اللي بداوا التلقيح. شكرا على هذا السؤال. صحيح اخيرا بدت نسمع في اخبار تروج وصحف تكتب على هالفاريون على اساس العينه انا ماذا بيا نسموها عينه العينه معناتها ينسوش قبل ما نذكر سلالة خطة سلالة عندها معناتها مواصفات معينة باش تصبح سلالة يعني متحورة هكا اسمها عينة إنسوش هي عينة هذه تسمية الأصح منحدرة معناتها اللي يسي من السلالة دلتا اللي هي معروفة واللي هي مهيمنة حاليا في كامل أنحاء العالم. نحن في تونس 100% التحاليل اللي نجبدوها نلقاها من عائلة دلتا من سلالة دلتا. دلتا هذه سي معناتها سوش وإيفولي من الكورونا اللي معروف اللي هو كان نعرف هو شنو العمل دلتا هذه بدأت تظهر احنا في ماي جوان جوية بدأت واحتلت المكان وخرجت السلالات اللي قبلها الالفا اسانسيالمون كانت موجودة. شنو خاصية دلتا؟ هي سرعة الانتقال والانتشار والعدوى لاكتسابها ثلاثة طفرات ثلاثة تغييرات على مستوى المؤرث الجيني متاعها اللي موجود خاصة الطفرات هذه تهم البروتين اللي يدخل من خلالها للخلية وبالتالي هذه الميتاسيون اللي تقع والطفرة اللي تقع ذاك أعطاته السبق وأعطاته القدرة للتضاعف وأعطاته القدرة المرضية ورينا شنو الشيء اللي عمله وخاصة في الفترة اللي جا فيها في ماي وجوان وقت كانت الأرضية سانحة لمزيد الانتشار وهي مازالت التلقيح ما خدتش ما وصلناش للدرجة اللي وصلنا مرجوة وبالتالي هذا الفيروس
كل ما عنده إمكانية باش ينتقل ثم عدوى عنده كذلك لا بوسيبيليتي باش يعمل دي ميتاسيون، يعمل هذه الطفرات ويتطور من 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 تواجده وتضاعفه داخل في المحيط اللي موجود فيه والمجتمع اللي هو مهيمن عليه. وبالتالي وقت اللي انت تستعمل دي باكسان ولا تعمل حالات هذيك ان صورت ديبريسيون عليه ضغط، هو يحاول كومو يعدل باش ديما يخرج من الضغوطات اللي مورد عليه. هذاك علاش ظهرت العينه هذه جديده، اتونجي علاش ظهرت بالضبط وفي انجلترا خاصه. بدات اذا في انجلترا من شهر جويلية، وهي هذه يلقوها حالات مثلا بنسبة ضئيلة، أما الأغلبية الحالات اللي يلقوهم هي الدلتا. لكن في الفترة هذيك شنو الوقع؟ الفترة هذيك بدت الناس اللقحوا قبل الكبار في السن وفاتوا 6 شهور و7 شهور نقصت المناعة متاعهم، ولا كأنهم نسبيا ما لقحوش مش هم ولا نقصت، نقوله نقصت ما هيش ضعيف. ثم في الفترة هذيك نفسها الحكومة وقتها نحت الإجراءات الوقائية، ثم عندهم عزوف كبير من الشباب وصغار السن اللي ما همش ملقحين، معناتها الأرضية كانت سانحة للدلتا باش يلعب كما يحب. وهني سؤال دكتور، وهني سؤال نفهمه من كلامك أنه بمرور الوقت هالفور الكل اللي صار في البلدان الكل باش نلقح ونعمل حملة تلقيح ما هيش حاجة ألونتغم، لازم يعني يكون فما إعادة حملات أخرى. هذاك علاش نحن طول الناس الكل في العالم بدو في الجرعة الثالثة اللي دعم المكتسب المناعي الأول بجرعتين. فوالا دونك هذاك علاش خطر بعد 5 شهور 6 شهور من التلقيح الاخر تلقيح تبدا الاجسام المضاده، معناتها لي زونتيكور اللي خديناهم اكتسبناهم يبدا ينقص، مش معناتها ينقص بشوي. ثم بالجرعه الثالثه بور بوستي الميونيتي، معناتها نعطوها دفعة وترجع باش نبقوا في المستوى. فوالا اليوم نحكيو على امريكا تقرنها تخفض في عمر متلقي الجرعات مثلا المعزة، وفما بعض الدول جست نكمل سؤالي دكتور، وفما بعض الدول اللي سمحت باستعمال مختلط للقاحات ودول اخرى تعديت للجرعة الثالثة، هذا الكل بسبب اللي كنت تحكي فيه دكتورة. بالضبط، هذا معناتها قلت لك أنا نحكي لك في الأرضية اللي خلت لونجلتير دون سواها تظهر فيها التفرادية ومنها هي تبدأ تخرج خارج إنجلترا. علاش إنجلترا دون سواها وقت اللي برشا بلدان أخرين زادة عندهم مدة من اللي بدأوا في التلقيح الكبار السن في فترة أولى؟ أي لكن كانوا أكثر انضباط في الاحترام الإجراءات القانونية. الكمامة اللي نوصوا عليها احنا هي شنو الهدف منها؟ هو بس نحده من انتشار الفيروس، من العدوى، من نقل من العدوى نتاعو. المناعة تنقل شوية يعني الدافع ما تخليش توصل لدرجة مرضية كبيرة. ما احنا الكمامة ما تخليناش نعدو بسرعة كبيرة. وان بلوس الحالتين هذوما في شهر جويلية وقت هو بدأت تظهر الطفرة دي تظهر لكن ضئيلة ما عندها حتى قيمة. تلقى الأرضية مناسبة، عديد الناس الكبار اللي هما أكثر حساسية وتجاوب للفيروس نقصت مناعتهم، سمع عزوف كبير من الشباب وبرشا الصغار ما همش ملحين في انجلترا. دونك كونكوردونس نتاع هذا الكل. فوالا نتيجة هذا الكل بقى هو رجعت كأني موجة رابعة، رجع بقوة الدلتا وقاعد يعمل في الحالات نشوف فيها عديد المرة موتى، عديد الحالات الإيجابية بالألاف بالألف في الحركية نتاع الفيروس الدلتا هذية. طبيعي باش تقع طفرات، وظهرت الطفرة هذية اللي معروفة بالطفرة Y4.2، وهي معروف الفيروس هذي عنده 10 أنواع مختلفة من الفورم هذه أي جريك. يعني منهم الأي جريك 4.2 اللي هي جينيا وقاعد تعرف عليها
وقاعدين يتابعوا فيها في كل الإجراءات. صحيح من 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 جويليا إلى حد الآن بدت تتكاثر شوي شوي في إنجلترا، لكن مش بالطريقة هذية. بوم صار معناتها مؤخرا في بريطانيا بسبب هما يقولوا الـ AY4.2، معناتها ولينا قلت انت 10 طرق اللي بها تنجم. لا هما قلت لك 10 أنواع. أنواع يسموا بالـ AY. منهم النوع الـ AY 0.2 4.2 فوالا. بي دكتور توا كي نرجعوا على تونس اللي يحكوا عليها توا حاليا اكزاكتومون كما قلت لك موجوده القوى بنسب متفاوته، ما فاتتش ديجا في انجلترا 6%، ما فاتتش 6% من التحاليل، لكنهم عندهم برشا تحاليل ايجابيه في الدلتا. دونك الدلتا هي مهيمنه، فيها نسبه من الاي جريك 4.2 ونشوفوا وين موجوده خارج. موجوده نسبيا في هولندا ديجا، ثم في هولندا تسجيل بعض الحالات، ثم في امريكا سجلوا 6 حالات الى حد اليوم. في امريكا 6 حالات، في البرازيل في اسرائيل حاله واحده، وهو واحد كان عايش في مولدوفيا ووقت اللي يعملوا في الكنترول في الرونتري يلقوا عنده الفاريون، يلقوا عنده السوش هذية. إذن منحصر هو في بريطانيا. بعض الحالات، ولكن موجود الفوايه نتاعو مازال في بريطانيا، لكن في 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 بريطانيا ماهوش هو اللي سبب نتاع الحالات المرتفعة هذه، يعني تجور الدلتا. يعني الدلتا هو اللي تسبب في ارتفاع الحالات، ولكن هذا اللي كنا نحكي عليه اي غي 4.2 بالنسبة مساهم في نسبة معينة. توا كنا نحكيه على تونس دكتور، وانت استاذ في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. ان انتيسيب اليوم كيفاش نجمو نتعاملوا مع الوضع هذايا، خاصة وانه كلامك الكل اللي قلته كله هذاك صحيح في علاقة بأنه فما تسيب في الإجراءات الوقائية في بريطانيا، اللي جون ما همش ملقحين، الكبار في العمر طولت بهم المدة دونك تحت شوية. اليوم في تونس شنو الانتيسيباسيون وعشنو قاعدين تخدموا كلجنة علمية في الإطار هذا؟ احنا ساعة نشوفوا الوضع متاعنا حاليا، خاطر العرضية اللي سنحت لإنجلترا باش يرجع الفيروس احنا توا نجم نقول مسيطرين عليها. باش مسيطرين عليها نحن ريتي كيفاش الأسابيع الأخرانية هبطت المؤشرات الكل إلى أدنى حد متاعها. نتيجة إيش؟ نتيجة أولا العدد المكثف للتلقيح، وإن كان مازال ضعيف لكن نسبيا هام جدا، 4,200,000 واش حالة ملقحة كملت الشماء متاع الباكسان متاعها. ثم كذلك نسبة كبيرة وقت اللي نحن ضرب الدلتا، عدنا في جوان وجوية وسبتمبر والموتى موجودين بارتو وناس مرضت وأغلبية التوانسة أصيبوا، ثم اكتساب مناعة طبيعية تضاف إلى المناعة بالتلقيح. إذن عدنا ديجا تغطية مناعية إلى حد هذه الساعة تخلينا في مأمن نسبيا، نقول نسبيا. ثم هدايا ما هوش كافي. علاش مش كافي؟ ما هوش كافي أولا أخاطر نحن رينا كذلك دخلنا فك العزوف، المراكز موجودة وتعمل والعباد ما تمشيش، يجوك 20% أقصى ما يمكن 30% من الانفيتي باش يجوك أولا. دونك هذا حالة أخرى، باش أنا نحب نوصلك للشمال وصلت لها إنجلترا. دونك صحيح المناعة نحن ما زلنا في الستة شهور الأولى، سبعة ما وصلناش أكثر، خاطر بدينا في مارس توا بريسك بدينا، ومبرمجين التلقيح الثالث باش ندعموها باش تقعد على الاقل نحافظوا على الستاتيو مينيتير اللي عندنا. لكن الشيء اللي يخوف هو ان المواطنين بالاضافه اللي ما يمشوش يلقحوا، نسبه منهم ما تمشيش تلقح وعنده قناعته الشخصيه وهذا كل واحد حر، لكن ثم المجموعه حقها كذلك. ثم الجزء الاخر هو الـ ايوه اللي
اللي ما يحبوش يلقحوا والكمامه ما عاد محترمه حتى واحد. الحقيقه هذيا سورتو الاخرانيه دكتور معناتها توا سورتو كي تحت المؤشرات والحالات نتاع العدوى رينا براتيكمون رجعنا نعيشوا بصفه عاديه قليل اللي تلقاه يلبس الكمامه. ثم من غير احنا كلجنه جامي قلنا راه الكمامه باش نستحفظوا على عملناه لحد التوا واحنا في مؤشرات الحمد لله بلوز اوموان ستابل اليوم المطلوب. وانتم كلجنه علميه يعني خاصه بتوا لي جون حملات التلقيح الاقبال او العزوف بلوتو على التلقيح من فئه معينه والاجراءات الوقائيه شنو ناويين في الفتره الجايه بوغ ايفيتي جوستمون سيناريو لطف معناتها كيما توا اللي صاير في بريطانيا. احنا باش نحاولوا باي طريقه كانت تحسيس المواطنين باش يلقح خاطر باش يلقح اولا يحافظ على نفسه وثانيا يحافظ على المجتمع اللي يعيش فيه. وهذه ثم اجراءات باش تخرج تولي انت الاماكن اللي مش يمكن تنتج عندهم عدوى في صوره اللي انت حامل الفيروس ممنوع باش تدخل لها. يعني مش نتعداو للباس سانيتير نتعداو للباس سانيتير دو فاكسيناسيون الباس دو فاكسيناسيون بلوتو هذايا ناويين تفرضوا هذايا حاجه. ثم كذلك توجه للتلقيح الفئات الصغيره الاطفال الصغار وهذه احنا ما درسناها في مناسبتين على الاقل وطلبنا الاستشاره من البيدياتر اطباء الصغار باش يزيدوا يراجعوا شنو لي بريوريتي وشنو البروفيل الاولويات وين الحالات ما تكونش والقاعدين يدرسوا باش يحضروا لنا اللوحه هذه باش يقع قرار ما منين لين الفئات اللي يلزم يقع التطعيمة. ثم النقطة الأخرى هو دعم المناعة المكتسبة بالجرعة الثالثة اللي هو وعلى أثر هذا تول الواحد خرج قداش عنده نهارين أبتري تروج الفكرة متاع الخبر هذي متاع الـ I-4.2 الميتون جديد. احنا مقرر لجنة قاعدين نتبع ساعة على مستوى البحث قاعدين كذلك ندعموا التقطيع الجيني للحالات المشبوه فيها نثبتوا توجور دلتا ولا الفاريون تخلص هذه مراقبة قاعدين كذلك أكلي تيست نعمل فيها وإن شاء الله في الاجتماع القادم نعملوا وقفة يعني تاديليو على الوضع ومن خلال تطور الوضع اللي هو ما إلى حد الآن ما فيش ما يخلينا هكا أنا أنصافول ولا فوالا انت باش تشوفوا شنو الاجراءات. اخر سؤال دكتور جوستمون في علاقه اليوم بالخطر اللي يجينا من البحر تاو اون ستابل بلوز اوموا ولكن الخطر نتاع كل عاده الحدود اللي عن طريقها رينا قداش من مره يخلطوا لنا الميتون هذوما ويصير اشكال. هل نجموا نمشيو كيما عملت المغرب في توصيات او اقتراحات من قبلكم في تعليق مثلا رحلات من ديستيناسيون هذوما كيما بريطانيا اليوم؟ لا. أنا اليوم ما سمعناش عدنا جمع الاجتماع نتاعنا القادم إن شاء الله ندرس شنو الإجراءاتنا لكن رأيي الشخصي مناش في ما عدناش توا تفكير شخصي أنا رأيي الشخصي باش نقوموا بالأعمال هذه خاطر كما قلت لك لحد الآن الأرضية الوضعية المناعية متاعنا واللي قاعدين نقوم به من مراقبة على الحدود في التحاليل والكل كافية إلى حين نشوفه مدى تطور الوضع. واضح جدا ومشكور على كل التفاصيل والمعطيات اللي قدمتهم للدكتور محشوب العوني أستاذ في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. رجعنا معاه على لو بيلان لو كونستا شيء اللي صار اليوم في بريطانيا باش فهمنا علاش رغم الحملات التلقيح فما معناتها انتشار غير مسبوق للفيروس من وقت اللي بداو يلقحوا وكذلك رجعنا حكينا على الميتون هذا الجديد على الدلتا وتونس واستعداداتها للفترة الجاية. دونك نقاط دعم المناعة ونتعديو الجرعة الثالثة للي ديجا لقح توجه للباس دو فاكسيناسيون للناس اللي تتمشي سورتو تدخل في بلايس معبيوة تلقيح الفئات الصغار اللي بتكون إن شاء الله في الفترة القادمة نتعديو للأصغر سنا وحتى الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة.